بداية، السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إحنا راح نشرح لكم شرح مبسط عن الهارت، ولو هو يعني إحنا بس هاي مجرد مقدمة تعريفية لكم، لأن أنتم إن شاء الله راح تأخذوها بالمستقبل. فإحنا قد ما حاولنا إحنا اليوم نختصر، لأن يعني أنتم أكيد ما راح تفهمون هاي الصعوبة الموجودة بها، راح تأخذون حتى لو تفهمون 10% اليوم، وإن شاء الله بالمستقبل حتى تربطون ويا معلوماتكم إن شاء الله تكون محاضرة واضحة. ان شاء الله احنا اليوم راح نشرح جزئين. بالبدايه الجزء النظري اللي انا راح اشرحه على المحاضره الظاهره امامكم، بعدها ورا تقريبا ربع ساعه ورا ما اكمل الشرح العام عن المحاضره راح ابدي عن الجزء العملي، وهذا راح يكون من خلال تطبيق اطلس، راح يكون تاشير مباشر وحفظ، وراح يكون حفظ للصور، لان احس هاي الطريقه اضبط، لان الصور تحفظ الطالب اكثر ما اللي قدامه محاضره او الشرح. إن شاء الله سنبدأ من البداية. أول شيء لازم تعرفه عن الهارت. لا، إحنا راح ندرس اليوم أربع شغلات وبعدين نكمل، لأن راح أصير زخم معلومات عليكم. أول شيء اليوم راح نشرح اللوكيشن مال هارت، موقع بالضبط وين صاير. نعم. طلاب بدهم ندخل. لا، ثاني مفتوح، جا اسمح الكل بالدخول. لا هسه طلاب يقولون بدنا نقدر ندخل، بس شوف طلب الانضمام. اكو حد؟ هاي تمام، عاش سيدك. تمام، تمام. نرجع على التكملة. مثل ما قلنا احنا اليوم الهارت راح نبدي بيه اول شيء لوكيشن، موقع بالضبط وين صاير. ثاني شيء هذا بشكل عام، بعدها البوردرز الحدود، بعدها السيرفيس السطح الخارجي واتصالاته، بعدها راح ناخذ هو راح نبدي بيه صراحة هو البريكارديوم، يعني البريكارديوم هو الغلاف المحيط للقلب. أول شيء نبدأ بالبريكارديوم قبل ما ندخل للهارت. شنو البريكارديوم؟ بريكارديوم هو الطبقة الخارجية الغلاف المحيط للقلب، يعني هو عبارة عن fibrous sac enclose the heart root of the great vessel. يعني منو قصده الجريت فيزل؟ الروت اوف جريت فيزل قصده الاورتا والسوبيريور والانفيريور فينا كيفا، يعني هو يغلف القلب. فايبرس عباره عن فايبرس ساك يغلف القلب، والروت اوف جريت فيزل اللي هو الاورتا والسوبيريور والانفيريور فينا كيفا. واحد يسال ليش الهارت محاط بطبقه من البريكارديوم، واللي هي عباره عن طبقتين مو طبقه واحده، بس هسه نجي نشرحها بالتفصيل. لازم نعرف وظيفته، وظيفته حتى تسوي لوبريكيشن اوف ذا هارت، مثل ما نعرف انه حركه التقلص والانبساط لعضله القلب، هو موقع صاير يعني بين الرئتين، راح يصير احتكاك كلش قوي، فاحنا نحتاج ماده تمنع هذا الاحتكاك. فاول وظيفه له reduce the refraction of the heart with the another organ. ثاني شيء هو يحد الحركه الزائده، احنا عندنا التقلص والانبساط يحاط بغلاف حتى يحد من الحركه الزائده restrict excessive movement of the heart. شلون هو يشتغل lubricate وشلون يشتغل restricted؟ نقول له بما انه البريكارديوم مكون من طبقتين، طبقه خارجيه اللي هي الفايبرس، طبقه خارجيه هاي باللون الاخضر اللي هي الفايبرس، هاي الطبقه الخارجيه راح تتصل ويا الاعضاء الاخرى مثلا، والطبقه الداخليه اللي باللون الازرق، الطبقه الداخليه مكونه من طبقتين، طبقه متصله بالجزء الخارجي للخارج ويا الفايبرس، وطبقه للداخل تتصل ويا المايوكارديوم، يعني تتصل ويا عضلات القلب. هذا التجويف الحاصل بين الطبقتين يمتلئ بسوائل فلويد، هاي الفلويد هي اللي تمنع الريفراكشن وراح تحد الحركه. يعني هسه عرفنا انه متكون من طبقتين، طبقه خارجيه اللي هي الفايبرس
وطبقة داخلية اللي هي السرس. السرس مكونة من طبقتين، طبقة تتصل إلى الخارج ويا الفايبر، وطبقة للداخل تتصل ويا الفيزرال. مثل ما ذكرنا تحتوي على فلويد تقلل الاحتكاك. هسه مثل ما عرفنا انه البريكارديوم محاط بالقلب، شلون يثبت البريكارديوم؟ البريكارديوم يثبت عن طريق الليجامنت، يتصل اما ويا الستيرنام او يتصل مع الدايفرام من الاسفل، يتصل بالدايفرام بواسطة ليجامنت، يتصل بواسطة ليجامنت اما مع بالدايفرام، ويتصل ايضا مع الستيرنام. هاي البلد فيزل بعدين ناخذها، لان احنا اني مسوي موضوع خاص للبلد فيزل والنير سبلاي او ذا هارت. مثل ما قلنا يتصل ستيرنو فرينك ليجامنت، هذا يتصل مع الستيرنوم، ويتصل ايضا وهو محاط الهارت والبلد فيزل، superior inferior vena cava pulmonary vessel and aorta. هسه احنا كملنا البريكارديوم، منو عنده ملاحظه او شيء ما فاهم عن البريكارديوم؟ او ابدي اسال، اذا اسال احد يجاوب. شباب صوتي واضح؟ واضح عز الدين، بس المشكلة تمام. الطلاب بدي يراسلوني بي، حتى اللي يقولون ما نقدر ندخل، بدي طلب انضمام. ما ماكو اعرف انا ما طلبات وصلني يمك؟ شيء، اي طلب جاي يوصلني اني اوافق عليه. هي الطلبات وين تطلع؟ مو هاي يمكن يم الاشخاص؟ لا الحاضرين، انت مسوي على يونيفرسيتي اوف فلوجا؟ بالضبط. ليش؟ بس ممكن اسمح، تسوي على حسابك الخاص. لا مو هذا عادي، اسمح لانضمام لاي شخص من يمي. فاني القبلة سمحت عادي. تمام كمل. هسه احنا اول شيء كملنا البريكارديوم، كملنا الغلاف الخارجي للقلب، نجي هسه على القلب ذا هارت. بالبدايه نعرف ان الهارت هو عباره عن هولو ماسكولار اورجان، عباره عن عضو عضلي ماسكولار اورجان، وهو يعتبر دبل بامب، مضخه مزدوجه. هسه راح نعرف ليش مضخه مزدوجه. موقع بالضبط وين صاير؟ صاير بال ميد ستاينا. ميد ستاينم شنو معناته الميد ستاينم؟ راح يسال واحد شنو معناته الميد ستاينم؟ اقول الميد ستاينم هو التجويف الحاصل بين التو لانج وخلف الاستيرنم. خلف الاستيرنم اكو تجويف هو بين التو لانج. من يحتل؟ يحتل بواسطه الهارت. الهارت يستقر بالميد ستاينا اللي هو عباره عن تجويف الحاصل بين التو لانج. مثل ما تعرفون ان شكل القلب هو عباره عن بايراميد شيب. شنو معنات بايراميد؟ بايراميد معناته شكل هرمي مثل الاهرامات. اي شكل هرمي او مثلث الى قاعده، لازم تكون الى قاعده والى راس مدبب يسمى الابكس. هم نفس الشيء الهارت الى البيس والى ابكس. الفانكشن اوف ذا هارت، الفانكشن اوف ذا هارت هو عباره عن دبل بامب. شنو معنى دبل بامب؟ عندنا التو اتريا والتو فنتريكل. التو اتريا وظيفتها تستقبل الدم، التو اتريا وظيفتها تستقبل الدم، ثم بعد ذلك educated to the ventricle، يعني ترسله الى الفنتريكل. ليش؟
لان الفنتريكل وظيفته يقوم بالدوره الدمويه، الدوره الدمويه يسيطر عليها الفنتريكل. الرايت فنتريكل راح يرسل الدم الغير مؤكسج غير حاوي على اكسجين الى اللنج عن طريق البولموناري بولموناري. هذا دم غير مؤكسج، من يرسله؟ يرسله رايت فنتريكل حتى تحدث عمليه التبادل ويكون دم مؤكسج. راح يعاد الدم مرة أخرى إلى الليفت أتريوم. الليفت أتريوم راح يحوله إلى الليفت فنتريكل. قلنا الكل فنتريكل هو مسؤول عن دورة دموية. الدورة الدموية الكبرى راح تحصل بالليفت فنتريكل لأن هي استلمت الدم الحاوي على الأكسجين. بما أنه استلمت الدم الحاوي على الأكسجين فراح ترسله إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الأورتة. فلهذا سمي دبل بامب. دبل بامب البامب السوبيريور بامب اللي هي الاتريوم راح تدفع الدم الى الفنتريكل، والبامب الاخرى اللي هي الفنتريكل راح تقوم بالدوره الدمويه. احنا قلنا البوزيشن اوف ذا هارت موجود بالميديستاينه بيهايند ذا ستيرنم بين ذا 2 اند 6 كوستال كارتج، بين الثاني بين الريبز تو ريب اند 6 ريب، بين الضلع الثاني والضلع السادس. ويكون مميزاته مائل الى جهه اليمين، هو عباره عن بايراميد. البوزيشن ان ذا ميدستاين بيهايند سيرنم يصير كيرف اند اوبليك تو ذا رايت سايد اوف ذا بودي. هسه احنا كملنا اللوكيشن، نجي على البوردرز اوف ذا هارت. البوردر اوف ذا هارت، البوردر اول شيء احنا لازم نعرف انه الهارت يحتوي على ابيكس، يحتوي على قمه. يعني نعرف كل بايراميد كل هرم يحتوي على قمه، وهاي القمه مالت الابيكس اوف ذا هارت. هسه راح نجي بالتفصيل بس انا ادل لكم عليه. هسه موقع لوكيشن يحتوي على ابيكس ويحتوي على فور بوردر. يحتوي على ابيكس ويحتوي على فور بوردر. ان شاء الله صراحه نتطرق لها بشكل سريع لان هاي شويه انتم صعب تركزون بها اليوم، فراح نعطيكم شويه شويه حتى ما توصلون للمرحله الثانيه تاخذوها بالفستج ان شاء الله انتم مسيطرين. الابيكس من يمثله؟ انتم تعرفوا انه الهارت مكون من الرايت اتريوم والليفت اتريوم، والرايت فنتريكل للاسفل صاير والليفت فنتريكل. هنا الرايت اتريوم، هنا الليفت اتريوم، هنا بالضبط الرايت فنتريكل، هنا الجهه تكون الجهه اليسرى تكون الى البوستير ما الى البوستير اكثر. إن هو بايراميد، هنا الليفت فنتريكل. فالابكس اوف ذا هارت هو لكونه الليفت فنتريكل، لكونه الليفت فنتريكل وموقعه تقريبا بالفيفث انتركوستال سبيس، هذا الضلع الخامس وهذا فيفث انتركوستال سبيس، الفراغ الذي يكون تحته انتركوستال تحت الرب اقصد. اعتبر هذا كملنا الابكس. هسه نجي على الفور بوردرز. السوبيريور بوردر من يكونه؟ الجزء العلوي السوبيريور بوردر اللي هو وين بالضبط؟ هسه هذا مقابيل الضلع رقم 2، هذا السوبيريور بوردر، هذا نقطة انطلاق اللارج فيزل. يعني قصد السوبيريور بوردر يكونه اللارج فيزل ويكون الموقع عند السكند ريب. هسه عرفنا الابكس يكونه الليفت فنتريكل، عرفنا السوبيريور بوردر يكونه من جهه الجريت بلاد فيزل ويكون عند موقع الضلع الثاني. عندنا الرايت بوردر. الرايت بوردر من يكونه؟ هذا الجهه الرايت. الرايت بوردر يكونه الرايت اتريوم. يكونه الرايت اتريوم. انتبهوا زين، رايت اتريوم، والذي يكون امتداده
extend from the second rib to the sixth rib. إلى وين؟ إلى الضلع السادس مثل ما موضح أمامكم. يعني هو بايراميد ويكون مائل، انتبه لي على كلمة مائل، لأن راح يصير الرايت أتريوم والرايت بوردر نازل أكثر من الأبكس مالته. هذا ميزته من أقول لك أوبليك، راح يكون أوبليك وكيرف تو ذا رايت سايد. الرايت بوردر راح ينزل إلى المستوى الضلع السادس. عندنا اللفت، لفت بوردر، من يكون لنا لفت بوردر؟ راح يكون لنا اياه اللفت فنتريكل. وهنا لازم نسال سؤال، ليش الرايت بوردر؟ ليش الرايت بوردر كون لنا اياه الرايت اتريوم، وليش اللفت بوردر كون لنا الفنتريكل مو الاتريوم؟ هو مو لازم يكون التو اتريوم اللي فوق والفنتريكل اللي جوا، يعني واحد مقابل الثاني؟ احد يقدر يجاوب على السؤال؟ انا لسه عقلته يعني، بس ما اعرف اذا احد منتبه. قلت ان الجهه اليسرى من القلب تكون مائله بوستيريرلي اكثر، مائله للبوستيرير اكثر، لان هو القلب شلون يكون معكوس. فالليفت اتريوم يكون للجهه البوستيرير اكثر، يعني من الامام مو حل واضح. فمن راح يحل محله؟ راح يحل محله هاي المساحه تحتلها الليفت فنتريكل. عندنا بوردر مهم جدا هو الانفيريور بوردر. انفيريور بوردر من يشارك به؟ يشارك به الفنتريكل، قصدي الرايت فنتريكل وجزء من الليفت فنتريكل. هذا ليش مهم؟ لان راح يكون موقع استقرار القلب على الدايفرام. الدايفرام هنا راح يكون ارتفع هو للرب السادس، فراح يكون موقع استقرار القلب على الدايفرام. Rest of heart on the diaphragm in the inferior border. هسه كملنا البوردر وكملنا اللوكيشن، نجي على جزء مهم جدا وهو السيرفس of the heart. احنا حددنا الحدود والغطاء الخارجي، نجي على السيرفس السطح. The heart consists of three surfaces. القلب مكون من ثلاث أسطح. أول سطح اللي هو الدايفراغماتيك سيرفيس. الدايفراغماتيك من يكون لنا اللي ساعة ذكرته؟ هم نجاوب على هالسؤال. الدايفراغماتيك سيرفيس يكون لنا الليفت بوردر. الليفت بوردر احنا ذكرنا ان الليفت بوردر مكون من الليفت فنتريكل، الرايت فنتريكل اعتذر، وجزء من الليفت فنتريكل. هذا راح يكون الدايفراغماتيك سيرفيس ويكون لنا الانفيريور بوردر اوف ذا هارت. واضح الشرح؟ لو اكو اي اشكال صوت قطع شيء. تمام. هسه عندنا الدايفراغماتيك سيرفيس. عندنا sternocostal surface. هذا الستيرنم عظم القص، وهذا الكوستل. احنا قلنا الهارت صاير behind the sternum، يعني لازم اكو اتصال بين الستيرنم بين الستيرنم وبين الهارت. هذا الاتصال السطح شو نسميه؟ السطح نسميه sternocostal surface. سيرنو كاسل سيرفيس. ليش؟ ليش سمينا سيرنو كاسل؟ لأن هو دكتور يكون مقابل السيرنو والكوستال كاسل. بالضبط. والبريكارديوم الغلاف الخارجي هم راح يكون متصل بالسيرنم عن طريق ليجمنت. هسه عندنا اخذنا هاي الجهه الاماميه واخذنا الجهه السفليه، ظل لنا جهه البوستيرير. جهه البوستير اللي هي تمثل البيس. البيس ما راح يكون لنا؟ راح يكون لنا رايت اتريوم.
من الجهة الخلفية. من يكون النام من الجهة الخلفية؟ right atrium. هسه هذا نجي نشرح على الرايت اتريوم. هو اللي كونني الرايت اتريوم هو اللي كونني الرايت بوردر اوف ذا هارت. كونني الرايت بوردر اوف ذا هارت. الثيكنس 3 مليمتر واللي هو اذا يكون اقل الاتريوم راح يكون اقل ثيكنس. يعني هو مو وظيفته مثلا دوره دمويه كبرى او صغرى للرئه حتى يضخ دم، هو وظيفته فقط ايصال الدم الى الفنتريكل. عندنا الرايت اتريوم بميزه عباره عن تو كافيتي. الرايت اتريوم عباره شكل مميز ب تو كافيتي. الكافيتي هو الرئيسي المعروف عليه انه رايت اتريوم كافيتي. اكو في المراحل الجنينيه المبكره راح يصير اكو فراغ او اوتبوتش. هسه بس عندي الصوره حتى اشرح بالضبط. هسه هذا مثلا الرايت اتريوم، على سبيل المثال هاي الصوره الموجوده. هاي اتريوم، هذا المين كافيتي، هذا الكافيتي الرئيسي للاتريوم. مضبوط؟ هنا عندنا الاورتي. هنا مكان الاورتي. اكو بين الاورتي وبين الاتريوم هي السوبيريور بوردر. هنا اكو اوت بوتش، سمول اوت بوتش. تكون على شكل الكون شيب. شكل شلون المخروط او القمعي موجود بالسوبيريور بوردر. هاي تكون الاتريوم ابنديج، رايت اتريوم ابنديج، او اسمها الاوريكل. لها اسمين، لو الاوريكل لو رايت اتريوم ابنديج. هاي تتكون في المراحل الجنينيه المبكره في قلب الجنين وتستمر مع طول العمر. الرايت اتريوم بما ان قلنا اوبننج وهو يستقبل الدم من الجسم حتى ينقل مباشره الى الفنتريكل، والفنتريكل بعد ذلك يسوي له عمليه نقل الى اللانج حتى يحدث عمليه التبادل. ايش كم اوبننج موجوده بالرايت اتريوم؟ هذا سؤال مهم جدا يجي دائما. كم اوبننج؟ احنا قلنا اول اوبننج هو superior vena cava. superior vena cava وين يفتح او يصب؟ ال upper part of the atrium. شنو ميزته؟ لا يحتوي على صمام، no valve. منين يجمع الدم superior vena cava؟ يجمع الدم من ال upper part of the body. هذا اول opening صاير من الجهه العلويه. عندنا الاوبننج، عندنا السكند اوبننج. ما دام قلنا عندنا سوبيريور فينا كيفا يعني عندنا انفيريور فينا كيفا. انفيريور فينا كيفا همين لا تحتوي على صمام، نو فالف. وشنو وظيفتها؟ تجمع الدم من الجزء السفلي من الجسم. وين تصب؟ تصب بال lower posterior of the atrium. lower posterior. هسه هذا كله راح اوضحه بالصور ان شاء الله. عندنا الاتريو فنتريكل اورفيس اللي هي هاي الفتحه من خلالها
الاتريا يفرغ محتواته من الدم الى الفنتريكل. وعندنا الكورونري ساينس اوبننج، هذا اكو عباره عن تجويف داخل طبقه المايوكارديوم اوف ذا هارت. وين موجوده؟ موجوده بالانترفال، المسافه بين الانفيريور فينا كيفي والاورفيس مال اتريوفنتريكل. هذا عباره عن تجويف يستقبل الدم من السطح الخارجي، احنا قلنا الدم يصب لازم بالاتريه ثم ينتقل للفنتريكل. فالتزويد الدموي للطبقه الخارجيه للقلب من راح يجمعه ويرجع مره اخرى؟ عندنا قلنا فين. الفين وين يصب؟ يصب بالكورنري ساينس الموجوده بالمسافه بين الاورفيس اللي هو الانتر فنتريكل الاتريو فنتريكولار اورفيس، وعندنا انفيرير فينا كيفي. هسه ان شاء الله بالصوره اوضح اكثر. دكتور ممكن سؤال؟ نعم تفضل. ليش ما بها صمامات؟ ايش الفرق؟ لا تحتوي على صمام. قصدي هسه راح اوضح اكثر. دخول الدم من الجزء الخارجي، من الجزء العلوي الى والجزء السفلي، راح يصب بالاتريا مباشره. يعني ماكو صمام يتحكم يوقف الدم مثلا بالسوبيرا فينا كيفي او يخليه بالانفيرير فينا كيفي. هسه البولموناري ترانك، البولموناري اللي راح يوصل الدم من الرايت فينتريكل الى اللانج، هسه راح ندرسه. اول ما يبدي يبي صمام. هذا الصمام يتحكم يتدفق الدم، لو يوقف يرجع الدم مره اخرى الى الفينتريكل. يعني لو ينفتح الصمام يسمح بدخول الدم، لو ينغلق ممنوع دخول الدم. بينما السوبيريور والانفيريور لا تحتوي على صمامات، فالدم يجي مباشرة يمر إلى الرايت أتريوم، يستقر هنا. وضحت الفكرة؟ لو أوضح أكثر. تمام دكتور، وضحت، شكرا. هسه هذا رسم تبسيطي، بعدها راح انتقل للتطبيق ان شاء الله حتى اوضح لكم اكثر عن الشرح. هذا قصد سوبيريور فينا كيفي، هذا انفيريور فينا كيفي، هذا قصدي الاورفيس. هسه هنا انا اكو صمام. هسه هذا السهم الاخضر اللي هو مثل اتجاه انتقال الدم من الرايت اتريوم الى الرايت فنتركل. هنا انا اكو صمام. هذا قصدي اكو صمام او لا؟ هنا انا اكو صمام اسمه تراي كاسبيد فالف، اللي هو هذا الاوبننج اطلقنا عليه اتريو فنتركل اورفيس. هسه حسب معلوماتكم وين صاير الكورونري ساينس؟ انا حسب ما شرحت قبل شويه. احد يجاوبني؟ هسه ذني ثري اوبننج بعد الرابع. الرابع وين؟ احد يقدر يجاوب على السؤال؟ الكورونري ساينس موجود بالمسافه بين هاي الاورفيس، هاي الاوبننج اللي راح يسيطر عليها الترايكاسبيد، وبين الانفيريور فينيكيف، يعني هنا بالضبط تأشير السهم. هذا الكورنري ساينس اللي وظيفته راح يجمع الدم من السطح الخارجي للقلب حتى يرجع مرة أخرى إلى الرايت أتريوم وللرايت فنتركل. وضحت الفكرة؟ قبل ما أدخل إلى الفنتركل لازم اعرف انه بين الاتريه وبين الفنتريكل هنا اكو حاجز سبته. هذا السبته الحاجز يحتوي على سكيليتال فايبر، تقول عليها سكيليتال فايبر.
بعدها مغطى بطبقه من الكونكتيف تيشو موجوده بالامبيدد ان المايوكارديال مسل. انها اكو فايبر، شنو وظيفه هاي الفايبر؟ وظيفه هاي الفايبرات السكليتال كاردييك فايبر تنطي اتاتشمنت للترايكاسبيد. الترايكاسبيد مستحيل يجي يتصل مباشره، فحتى اذا اتصل راح يصرخه او يعني يتحطم بعدين. فتنطي دعامه او صلابه للترايكاسبيد. فموجود هنا هذا الخط الغامق اللون الازرق قصده سكيليتال فايبر، تنطي اتاتشمنت للترايكاسبيد. عندنا هسه الرايت فينتريكل، رايت فينتريكل اللي هو راح يستقبل الدم من الرايت اتريوم. من هنا شنو هو راح يكون لنا السطح الخارجي الاكثر وضوحا مثل ما لسه اشرنا، واحنا قلنا الستيرنوكوستال هو راح يجي مباشره على الرايت فينتريكل. هو راح يكون لنا 2/3 of the anterior surface of 1/3 of and 1/3 of the inferior surface. يعني قصدي المختصر يكون لنا ثلثين من السطح الخارجي اللي هو اكثر وضوح وبروز، لان يعني القلب يكون بشكل مائل. فاكثر شيء مبين من وين؟ مبين الرايت فينتريكل اللي ياخذ مساحه اكبر. لسا احنا قلنا الوول اوف ذا اتريا 3 مليمتر. هنا الثيكنس ايش قد؟ هنا 9. زاد السمك. ليش زاد السمك؟ لان هاي المضخه لازم تزود بعضلات اكثر حتى تكون لها القدره على ضخ الدم الى اللنج. يحتاج لها قوه دفع اكبر فيكون السمك مالته اكثر. الكروس سكشن واللي يكون الشيء شلون يكون مائل والسيمولونر كروس سكشن. يعني يكون شكل هلالي. هذا الكافيتي هو يحتوي على الوينج كافيتي، مو مثل الرايت اتريوم يحتوي على الابندايج والمين كافيتي. اكو شيء مهم جدا موجود بالفنتركل، هو بالفنتركل بشكل عام بس موجود بالرايت فنتركل بشكل اكثر، اللي هي الترابيكولي كورني. ترابيكولي كورني هاي ما تقدر تفهمها اذا ما بالصور اوضح لك اياها اكثر. الترابيكولا كورني معناته عباره عن مصل باندل. مصل باندل موزعه بالطبقه الداخليه للهارت. موزعه بالطبقه الداخليه للفنتركل بشكل خاص للفنتركل. ترابيكولا كورني تنطي شكل اسفنجي، سبونجي لايك شيب. عباره عن شنو؟ مصل باندل. بالرايت فنتركل تكون على ثلاث انواع. اول شيء اللي هي تكون فري اندنج. اول شيء تكون فري اندنج يعني على شكل بروزات. البيس تكون الخارج والابكس متصل الى الداخل الى داخل المسلز. وجزء يكون لونجيتودينال موزع بشكل طولي في الفنتركل بالتجويف. وجزء اسمه المودريت. هذا المودريت له ميزه، هو يربط الفنتركل بالسبتة الحاجز اللي يفصل لنا عن الفنتركل الاخر. يعني تكون بشكل امتداد طولي. هسه راح بالصور اوضح لكم اكثر لان اعرف الشرح ما مفهوم. بس انتم تعرفون انه يحتوي على ترابيكولا كورني. والترابيكولا كورني تكون بثلاث اشكال.
الترابيكولا كورنيه شنو وظيفتها؟ هذا عباره عن بروزات، احنا قلنا مصل فايبر. الترايكاسبيد مو يحتوي على 3 كاسب، ثلاث صفائح. قلنا احنا بالبدايه تثبت، شلون قلنا تثبت؟ قلنا تثبت بالسكيليتال الهارت الموجود بين الاتريوم والفنتريكل، تثبت هناك. هذا جزء الاساس البيس ما تثبت. الابكس وين يروح؟ هو ما يظل بشكل فراغ بالفنتريكل، لا، اكو عباره مجموعه من التندون، خيوط ناعمه اسمها التندون. هذا راح يتصل لنا نهايه الكاسب، نهايه الغلاف او الورقه مال فالف، راح يجيبها تتصل بالبابلي، بذني طبقه البابلي اللي هو قصد الكورديا تندناي. ليش؟ حتى الكورديا تندناي هي اصلا مصل، من تصير الكورديا تندناي، من تتقلص الكورديا تندناي راح ينفتح الفالف. من راح يصير ريلاكسيشن للكورديا تندناي، يرجع الفالف الى وضعه الطبيعي وينغلق ويمنع مرور الدم. هسه أنا راح أوقف شرح هنا وراح أبدي أشرح بالتطبيق حتى تفهمون أكثر. واضح العرض موجود قدامكم؟ واضح. هسه نجي راح نعيد من البداية. هسه الطبقة الخارجية احنا قلنا اللي تغلف القلب شنو هي؟ احد يقدر يجاوبني من الحاضرين؟ اللي هي موجودة اصلا مقابلكم، اقروها. هاي اسم البيريكارديوم، هاي الطبقة باللون الأزرق هسه الموضحة اللي هي شفاف أصلا لونها على بياض. هاي البيريكارديوم، هاي هي الفايبرس ساك اللي راح تحيط القلب. قلنا تحيط القلب وتحيط جذور الروت اوف ذا جريت بلاد فيزل. صوتي يقطع لو واضح؟ اكو مشكلة بالصوت؟ والله الصوت يمي زين، ذي الخلل يم النت مالته. تمام دكتور، هسه هذا البريكارديوم، ثواني ثواني راح اعيد ان شاء الله، بس اذا عيد من البداية. قطع الصوت، بس اذا قطع الصوت نبهوني. تمام هذا مثل ما ذكرنا الطبقة الخارجية of the heart، احنا قلنا تحاط بطبقة اللي هي fibrous sac. من يذكر لي اسمها؟ fibrous sac هي البريكارديوم. enclose the heart and root of great blood vessel. الroot great blood vessel قصد الأورتة والinferior والsuperior vena cava مثل ما موضح أمامكم. هذا opening of inferior vena cava. نجي على الطبقة الخارجية، نزيلها البريكارديوم، أزلناها.
احنا قلنا الجزء الاكبر الواضح من القلب اللي هو sternocostal اللي هو اللي يمثله الليفت اللي اقصد رايت فنتركل، هذا رايت فنتركل اللي يمثل sternocostal سيرفيس، هذا مثل ما ذكرت السوبيريور فينا كيفا اللي لا يحتوي، شوفوا مباشره يكون فراغ ماكو فالف، هذا انا قصدي نو فالف، لا يحتوي على صمام، وهذا نفس الحال هذا الانفيريور فينا كيفا هم لا يحتوي نو فالف، لا يحتوي على صمام. نزيد الطبقه الخارجيه، هذا قصدي أنا يعني الأورفيس، هذا التراكاسبيد هو اللي قصدي اللي يحيط الأورفيس الأتريو فنتركولار أورفيس، هذا الأوبننج الثالث. الأوبننج الرابع اللي قلت لكم عليه الكاريوتيد ساينس اللي بين الانفيرير فينا كيفا، هذا المؤشر بين الانفيرير فينا كيفا وبين هاي الأوبننج، اكو هنا بالنص، بالنص صوتك موجود راح. هسه ايه بس عيد هاي الاخيرة اللي قلتها. ايه بين الانفيريور فينا كيفا مثل ما اشر علي انا باللون الازرق، وبين الاورفيس هاي الاوبننج بين الاتريا والفنتريكل، اكو بالنص هاي المسافه، بالنص هنا بالضبط هاي المسافه، هاي اسمه الكورونري ساينس، الكورونري ساينس اللي قلنا احنا تجمع الدم من السطح الخارجي للهارت، وراح تعيده مره اخرى الى الرايت اتريوم، واضح؟ هسه ندخل قلت لكم على الكورديا تندناي والبابلي اللي انتم اصلا ما راح تفهموه الا شوفوها، هذا السطح الداخلي للفنتريكل. هسه السطح الداخلي عباره عن شكل سبونج لايك، هذه البروزات السبونجيه هي هاي الكورديا تندناي، هذا النوع الاول اللي مأشر عليه باللون الازرق، ها تكون شكل سبونج، تكون لونجيتودينال ممتده على السطح الداخلي، هذا اي نوع؟ نوع الاول، انتبهوا يا زين. النوع الثاني هاي البابلي، هذا النوع الثاني اللي تكون فري، اللي تكون البيس مالتها للامام والابكس هسه منطمر للداخل، يكون للداخل. النوع الثالث هذا نوع مميز موجود فقط بالرايت فنتريكل، هاي اسمه المودريت باند، هاي تشارك بعمليه التوصيل الكهربائي للقلب. هاي المودريت ليش تكون متميزه؟ لان يكون متصله باتجاهين، هاي مو قلنا فري يعني يكون على سطح فري وسطح الاخر متصل الى الداخل، هذا لا يكون متصل باتجاهين، اتجاه متصل بالفنتريكل واتجاه متصل بالسبته. شنو السبته؟ السبته هو عباره عن ماسكولار بارت، هذا الماسكولار اللي يفصل بين التو فنتريكل، السبت اللي يفصل بين التو فنتريكل، هذا النوع الاول لونجيتودينال، بين النوع الثاني الفري، النوع الثالث هو المودريت. نجي هسه على ترايكاسبيد، مثل ما وضحنا الترايكاسبيد اسمه تراي معناته ثلاثي، كاسب معناته اوراق او صفائح، هذا اسمه الانتيريور كاسب، هذا اسمه السبتال كاسب. ليش اسمه السبتال؟ لان يكون باتجاه موازي الى السبته، قصدي التجويف هذا السبته. الجزء الاخير اللي هو البوستيريور كاسب، او احنا هنا نقول عن الفلت، خاف تقولون الفلت او كاسب او نفس الشيء يعني نفس التسامي، الاسامي قصدي. هسه انتيريور وبوستيريور وسبتال اللي يكون باتجاه موازي.
المسكولر هو عبارة عن المسكولر بارت هو الفنتريكل، يكون سمك مالته 9 مليمتر. الفنتريكل ينقسم قسمين، اكو شيء اسمه انلت الداخل، الداخل قصده منين؟ قصده اللي يجيب الدم من الرايت اتريوم يدخله باتجاه الفنتريكل، هذا اسمه الانلت. هسه باللون الازرق باتجاه اللون الازرق هذا اسمه الانلت. الاوتلت هذا الاوتلت يعني المخرج، يعني راح يجيب الدم من الفنتريكل مرة أخرى باتجاه البولمونري ترانك حتى إلى يوصل إلى اللانج. أكو بيناتهن، ما أعرف إذا مبين عندكم، أكو سوبيريور سوبرا عالجة سوبيريور سوبرا فنتريكولر كريست، هاي القمة، هاي القمة باللون الأزرق اللي هي السوبرا فنتريكولار كريست، هي الفاصلة بين الأوتلت والإنلت. الأوتلت هو البولمونري ترانك، البولمونري ترانك من يخرج الدم من الفنتريكال يحتوي على صمام يتحكم مرور الدم أو عدم مروره. هذا لسا هذا قصدي من قلت إنه سوبيريور والإنفيريور فينا كيفي don't contain any valve. الكاسب لسا قلت هاي الكورديا تندناي، الكورديا تندنية اللي هي قلت لكم عليها عبارة عن small tendon اللي هي راح تربط بين الكاسب بين ذن الكاسب بثلاث صفائح، وتربط بين ال wall of the ventricle سطح الفنتريكل. إذا صار تقلص لهاي الباب اللي راح تسحب الحبال وراح سوف يعني ينفتح الصمام. اما اذا صار استرخاء مو صار كونتراكشن عكسه صار ريلاكسيشن اوف ذا بابلي راح يرجع الفالف المكان، يرجع الفالفات المكانها وينغلق الصمام. نيجي هسه على البولمونري، راح اكمل هنا وبعدين ارجع للمحاضره حتى تفهمون الصوره بالبدايه، وبعدين الشرح راح يكون على المحاضرة الورقية. لازم تعرف قبل ما تبدي بالفالف أو تبدي بالبولمونري ترانك إن البولمونري فالف يختلف عن الترايكاسبيد. شنو يختلف؟ أول شيء لا يحتوي على الكورديا تندنية اللي هي هاي البروزات، ما يحتوي، ولا يحتوي على البابلي اللي راح يتصل بها الكورديا تندنية. إن هو ما دام ماكو كورديا تندينية ما يحتاج بابلي، فذني الميستين تكون مفقودة. يحتوي فقط على ثلاث صفائح، هي تكون على شكل سيمي لونر هلالية. شلون تكون هلالية؟ مثل ما موضح أمامكم هلالية. شلون تكون مثبتة إذا ما تحتوي على كورديا تندينية؟ تكون مثبتة بالجدار الداخلي للبولمونري. شلون تكون مثبتة بالجدار الداخلي للبولمونري وتتصل في الوسط أو في المركز، تتصل هذه الثلاث صفائح. من الشكل الأمامي تكون محدبة، ومن من الجهة الظهرية البوستيريور راح تكون مقعرة. ليش مقعرة؟ هاي يسمى الساينس، هذا اسمه البولمونري ساينس. حتى من يمر الدم، من يمر الدم باتجاه البولمونري من يرجع مرة أخرى راح تنترس الساينس وما ينفتح الفالف، يعني ينقفل الفالف. شلون هسه يكون ينفتح وينقفل؟ يمر الدم، إذا صار ضغط عالي من يحاول يرجع راح تنمل يذن الساينسات، الساينس يعني هو البولمونري ساينس، ويغلق الصمام. على عكس الترايكاسبيد قلنا عن طريق الكونتراكشن والريلاكسيشن مال بابلي. لهنا الشرح تمام او صوتي قطع او احد عنده مشكله؟ الصوت واضح؟ اي واضح، كمل ماكو مشكله. تمام هسه، تمام هسه راح ارجع على المحاضره.
عز الدين ادخلي على الطلبات. دقيقة، لا مو طلبات، رسائل. لا سوي الإعدادات، عيد الإعدادات بس شوي من جديد. سوي الرابط مال ميت. أنسخه؟ إيه بس انسخه. تمام. وهذا الرمز المكتوب جوه، ثواني خل اكتبه. يمكن أرسل لك إياه إذا ما عندك. أعيد لك رسالة مرة ثانية، بس نعتذر عن الخلل. ثواني بين ما نحل المشكلة، إن شاء الله نكمل. يلا كمل. أعيد رسالة الرابط لو عندك. لا كمل. تمام، إن شاء الله. هسه احنا كملنا رايت اتريا اند رايت فينتريكل. هسه نجي على الجهه اليسرى اللي هو الرايت الليفت، اقصد اعتذر، ليفت اتريوم. ليفت اتريوم احنا قلنا الجهه اليسرى تكون قليلا باتجاه البوستيرير، مثل ما موضح بالمحاضره، بيهايند تو ذا ليفت اند رايت اتريوم، تكون باتجاه الخلفي. يحتوي على تجويفين مثل ما ذكرنا تقريبا. هسه الليفت راح يكون مشابه للرايت، عدا اكو كم ميزه مفقوده. الليفت اتريوم يحتوي على تو كافيتي، هو المين كافيتي الرئيسي، وعندنا سمول كافيتي اللي هو اسمه الليفت اتريوم ابنديج. ليفت اتريوم ابنديج مثل ما ذكرنا انه في المراحل الجنينيه المبكره عباره عن مصل باندل مكون لنا ابنديج او جروف صغير في الليفت اتريوم. وين موجود؟ موجود بالسوبيريور بارت، بالجزء العلوي، سوبيريور بارت اوف ذا الليفت اتريوم. احنا كل اتري او فنتركل لازم نذكر الاوبننج مالتها. هسه الرايت اتريوم ذكرنا انه يحتوي على فور اوبننج، الليفت اتريوم يحتوي على فايف اوبننج. شلون هيك؟ لان نقول له الليفت اتريوم هو وظيفته استقبال الدم، وظيفته استقبال الدم المؤكسج الحاوي على الاكسجين العائد من اللانج من الرئه باتجاه القلب، حتى ينتقل بعد ذلك الى الليفت فينتريكل ويضخ عن طريق الاورته الى جميع اجزاء الجسم. الاوبننج يحتوي على فور اوبننج للفور بولمينري فين، اثنين من الرايت سايد واثنين من الليفت سايد، اللي هو قصدي رايت لانج والليفت لانج. هسه اربعه فور اوبننج فور بولمونري فين، للبولمونري فين. الخامس منه الاوبننج، هذا واضح، هو لازم كل اتريو فنتريكل لازم بيناته اورفيس او اوبننج تتحكم بمرور الدم، يعني يعتبروها الاوبننج الخامسه. الاوبننج الخامسه الاورفيس بتوين ذا اتري اند فنتريكل. من يسيطر على مرور الدم؟ هم يسيطر على مرور الدم فالف. هذا صمام، هذا الصمام شو اسمه؟ اسمه الميترال او باي كاسبد. له اسمين، لو اسمه ميترال لو باي كاسبد. ليش باي كاسبد؟ يعني يحتوي على تو كاسب او شيت، على ورقتين عكس، يكون انتيرير وبوستيرير فقط، عكس التراي كاسبيد اللي يحتوي على انتيرير وبوستيرير ويحتوي على
السبتل، السبتل بارت، السبتل الكاسب تقصد. هسه احنا عرفنا ايش كم اوبننج يحتوي؟ 5 اوبننج، واحده من عندن اورفيس والباقي هو عباره عن الاوبننج الجايه من البولمونري فين، يحتوي على الدم الموكسج الحاوي الاكسجين. ايش كم اوبننج موجود، ايش كم كافيتي اقصد، كافيتي ركز بين الكافيتي والاوبننج، ايش كم كافيتي عندنا؟ تو كافيتي، هو المين كافيتي الرئيسي، وقلنا الابنديج اللي هو تكون صغيره في الجزء السوبيريور بات من الليفت اتريوم. احنا قلنا الرايت فنتريكل يحتل 2/3 اوف ذا انتيريور بارت، يعني هو يكون الجزء الاكبر، بينما الليفت، ليفت فنتريكل هاي اذا تقدرون تستخدمه كمقارنه، الليفت فنتريكل هو يمثل ثلث واحد من الانتيريور سيرفيس، ويمثل ثلثين من الجهه البوستيريور، الانفيرير والبوستيريور. ليش؟ يعني ان احنا قلنا مائل باتجاه البوستيريور اكثر وعلى الجهه الانفيرير، وهو هذا الليفت فنتريكل راح يكون لنا الابكس اوف ذا هارت. هسه الابكس اوف ذا هارت مين يكوني؟ الابكس اوف ذا هارت يكوني الليفت فنتريكل. نجي على ميزه مهمه جدا، الوول ثيكنس. لاحظوا لي هنا العدد 27، واحنا بالرايت اخذنا الثيكنس 9. ليش؟ يعني فرق 3 أضعاف بالثيكنس، لان لازم يكون لديه القدره الكافيه على ضخ الدم المؤكسج الى كامل انحاء الجسم. يعني الدم لازم يسير لمسافه اطول، فيحتاج لنسبه ضخ اقوى، وضخ اقوى منين يجي؟ لازم عندنا كثافه عضليه اكثر، فأكثر كثافة عضلية موجودة بالهارت هو موجود بالليفت فنتريكل، على حدها الرايت فنتريكل، وبعدها بشكل أرق هو الأتريوم. هنا عندنا السطح الداخلي، ياكو ميزة مهمة، أخذنا قلنا الترابيكولار كورني أو هو المصل باندل، راح تنطي السبونجي لايك. احنا مو قلنا الرايت فنتريكل تحتوي على 3 أنواع، اللي هو اللونجيتودينال، وموجوده عندنا الفري نيرف فري اندنج، وموجود المودريت. هنا تحتوي على نوعين فقط، لا تحتوي على المودريت، يعني تحتوي على اللونجيتودينال والفري فري اندنج، لكن لا تحتوي على المودريت باندل. هسه هاي فروقات. اذا نجي بشكل عام، هسه خلينا نتذكر الرايت اتريوم، هاي سجلوها لكم ورقه وقلم حتى تحفظوها وتعرفون الميزات. الرايت اتريوم يكون 2/3 اوف ذا انتيريور سيرفيس، اللي اقصد الرايت فنتريكل، اعتذر، الرايت فنتريكل يكون 2/3، بينما الليفت فنتريكل يكون 1/3. نجي على الثيكنس، بس هذا قارنا من حيث السيرفيس. نجي على الثيكنس، الرايت الثيكنس مالته 9 مليمتر، بينما الليفت اللي يكون الثيكنس مالته عالي، الكثافه العضليه اقوى، يكون 27، يعني 3 تايم فور ذا رايت فنتريكل. نجي على المقارنه الثالثه، هنا يحتوي على الرايت، يحتوي على ترايكاسبيد، صمام ترايكاسبيد، بينما الليفت يحتوي على الميترال او الباي كاسبيد. نجي على البابلي، هو الانترنال سيرفيس. البابلي بالجهه الرايت تكون على 3 أنواع، بينما تكون لونجيتودينال والفري اندنج، وتحتوي على المودريت مثل ما وضحنا قبل فتره، بينما الليفت تكون نوعين، المودريت تكون مفقوده.
right side educated blood to the pulmonary trunk, يعني يرسل الدم إلى البولمونري بعدين يرسل إلى اللنج، بينما left side educated blood to the all part of the body by the aorta، يعني يرسل الدم إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الأورتة. هاي المقارنة. Mode right bundle, no mode right. إضافة إلى نقطة ثانية، اللي إن الثيكنس ما تعالي، فالشكل راح يكون rounded. شكل المصل راح يكون rounded. هذا بجهة اليسار. جهة اليمين راح يكون سيمولونر على شكل هلالي. The wall of the heart. Thick layer of cardiac muscle. هو من مسؤول عن ضخ الدم؟ اكو طبقة عضلية بالقلب اسمها المايوكارديوم. المايوكارديوم هي الطبقة الوسط. ليش؟ لأن للأمام راح يغلفها اللي هو الفايبروس ساك، احنا قلنا الإبيكارديوم. وطبقة للداخل يغلفها الإندوكارديوم. لكن تبقى انه المايوكارديوم هي الطبقه الرئيسيه المسؤوله عن ضخ الدم. احنا قلنا عباره عن الهارت دبل بامب، عندنا تو اتريا وعندنا تو فنتريكل. هاي يفصل بيناتهم بواسطه سبته. سبته معناته حاجز. السبته معناته حاجز. عندنا نوعين من السبته، عندنا انتر اتريال سبته اللي هو الحاجز اللي راح يفصل بين التو اتريا، وعندنا انتر فنتريكولر سبتي اللي هو اللي راح يفصل بين التو فنتريكل. هذا الرايت اتريوم، هذا الليفت اتريوم راح يفصل بيناته سبتي. هاي سبتي. اكو ميزه مهمه وكلينيكال، شيء كلينيكال علمي لازم تاخذوا تفهمونه، انه في المراحل الجنينيه المبكره في in the fetus period of the pregnancy موجود هنا اكو opening بالانتر انتر اتريال سبتا. اكو opening، هاي الفرامن اوفالي. هاي الفرامن اوفالي بالجنين اثناء الحمل يقوم بايصال الدم بين الاتريا. اذا حصل خلل بعد الولاده، حصل خلل للطفل وما انغلقت بشكل كامل، هي لازم تنغلق خلال يعني ايام الى اسابيع، هيك تقريبا فتره. اذا حصل وما انغلقت، اذا حصل وما انغلقت هاي الاوبننج راح يسمى بالبلو بيبي، نقص تزويد الدم نقص الاكسجين، اللي راح يتوزع الدم اللي فيه الاكسجين راح يكون بلو بيبي، حاله مرضيه. هي هاي تسمى فتحه القلب. قلنا انتر فنتريكولار سبتي هو الحاجز الذي يفصل بين التو فنتريكل. فنتريكل هو عباره عن اوبليك، جزء يكون بشكل مائل، الجزء الاسفل منه هذا الماسكولار بارت، ينقسم قسمين. ماسكولار بارت الجزء الاسفل، الجزء الاسفل اللي يكون طبقه عضليه، اللي ماخذ الطبقه العضليه من الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، يحتوي على great mass. كل ما يتجه نحو الاعلى، كل ما يتجه نحو الاعلى راح يكون membranous part. ليش؟ يعني راح الطبقه العضليه راح تقل كل ما اتجهنا باتجاه الاتريوم. هاي هنا خفت الساعة عز الدين، تقدر توقف دقيقة. تمام، إن شاء الله أكمل بالمحاضرة القادمة، اللي أنا هم يعني أنوه على شغلة، إنه الأورتيك فالف أريد أخذه من المحاضرة الجاية ويا البلد فيزل، لأن أكو البلد فيزل راح الأوريجينيتد مالتها من الأورتيك، فأني لازم أدمجها سوية.
إذا هسه أشرحها هي فما راح الفالف. يفتهمون علي أكثر. الفالف، خلي إي الفالف كلها ويا اللارج فيزلز محاضرة كاملة. هو لازم ويا البلد فيزل حتى يعرفون الاوريجن، تمام ان شاء الاوريجن الله. مال البلد سبلاي مال سيرفس اوف ذا هارت. هو الاوريجن منين؟ راح يعني من اماكن من لو من الفالف لو ساينس الابوف ات، فلازم يندمج نسويه. تمام تمام هنا أنا ان شاء الله يكون ان شاء الله الشرح واضح، ان شاء الله نكون ما يوم قصرنا. اني الاثنين ان ما شاء الله. اقترحت، تمام ان شاء الله بس يوم الاثنين. اني نوع على بس سؤال. دقيقة، تمام اي هنا تمام تراني كمل. الشرح ما كان بالمستوى المطلوب، لنعرف انتم بعدكم لحد الان ما تعرفون شيء عن التشيست، ما ماخذينه وما ماخذين عن الهارت، فريت انطي شلون معلومات بدائيه بسيطه. هسه هاي اتمنى انه استفاديتوا او معلومه او معلومتين او حتى من الصور عرفتوا كم نقطه، حتى ان شاء الله من تاخذوها بعد بالمرحله الثانيه او فما فوق من تقدموا تاخذوها تفهمون. يعني هم مرينا بهاي الظروف، من جينا شرحناها اول مره كل شيء ما فهمنا صراحه، فاني ما اريد اشرح لكم اياها مثل ما يشرحها الدكتور وتنخبص عليكم. احنا بشكل مبسط حتى شلون نتعاون نتناقش بيناتنا، وان شاء الله اذا احتاجيتش في بعد هاي او ضبطتوها اني حاضر ارجع اشرح لكم اياها مره ثانيه.